دايما الأخبار في مصر بتكون مليانة بالتفاصيل الكتيرة وتحديدا في المحافظات. معنا مجموعة من الأخبار في محافظات الجمهورية المختلفة ومجموعة من الموضوعات اللي حصلت بالأمس، اللي منها بدء تطوير ورفع كفاءة كافة الطرق الرئيسية في القابوطي في بورسعيد، وفي الفيوم تم وضع حجر الأساس لمركز قسطرة القلب بالمستشفى العام. كمان امبارح في المحافظات تم الإعلان عن افتتاح مشروعات خدمية بتكلفة 22 مليون و500 ألف جنيه بمركز الفشن في بني سويف، وإطلاق قوافل تعليمية لطلاب المناطق النائية في الوادي الجديد، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها عقد اجتماع موسع بحضور 250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وده بهدف تفعيل مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل التنموي. في بورسعيد تم البدء في تطوير ورفع كفاءة ورصف كافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالكامل في منطقة القابوطي بحي الضواحي لتقديم خدمات على أعلى مستوى للأهالي. في البحر الأحمر انطلقت آخر أعمال القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر مارس بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة راس غارب، واللي بتستهدف تقديم الكشف والعلاج مجاناً لأهالي القرية. في الإسكندرية افتتحت المحافظة مبادرة باب رزق 3 ومعرض أهلاً رمضان بشاطئ المندرة المجاني لعرض وبيع احتياجات ومستلزمات شهر رمضان الكريم والسلع الأساسية بأسعار مدعمة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك. في الفيوم تم وضع حجر الأساس لمشروع مركز قسطرة القلب بمستشفى الفيوم العام اللي هيقام على مساحة 750 متر بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليون دولار، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في الأقصر أعلنت شركة الصرف الصحي انتهاء أعمال إحلال وتجديد وضم خط محطة صرف صحي الكرنك على الخط القائم الرئيسي في الموعد المحدد لها، مع عودة ضخ المياه لطبيعتها لخدمة المواطنين في منطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر. في بني سويف تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركز مدينة الفشن بتكلفة بتزيد على 22.5 مليون جنيه في قطاعي التعليم والشباب والرياضة، وده في إطار افتتاح عدد من المشروعات الخدمية ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. في دمياط أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية السلام بمركز الزرقاء لمدة يومين، وتأتي استكمالاً لسلسلة القوافل الطبية اللي بيتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1695 مواطن، وتم تحويل 32 حالة منهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات. في المنوفية تم الإعلان عن توزيع 65 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك. في الوادي الجديد أعلنت مديرية التعليم عن تنفيذ برنامج القوافل التعليمية لدعم طلاب المحافظة خاصة بالمناطق النائية والبعيدة لتشجيعهم على الاستذكار الجيد وطرح الأفكار البناءة للوصول للنجاح والتفوق، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لدعم قرى الريف المصري.